دول مالية. أي أن أوروبا حققت إنجازات عديدة إلى حد الآن، ويجب أن نضمن بقاء الاتحاد الأوروبي كيانا يتطلع إلى المستقبل وينظر إلى الأمام. يجب أن نتذكر المفهوم اليوناني الكايروس، أي القدرة على انتهاز الفرصة، هذا مفهوم يتبادر إلى ذهني. ففي الماضي وفي الأيام الماضية بالتحديد رأينا أو شهدنا هذا القرار البريطاني، وكما قالته أنجيلا هذا القرار أو تأسفنا لهذا القرار، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يكون أو يمثل فرصة لتجاوز ما يقسمنا وأن نتقاسم ما نشترك فيه. إذن فيما يتعلق بالجدول الزمني، متى يجب على المملكة المتحدة أن تعلم عن قرارها أو تقدم الطلب؟ هل سبتمبر تاريخ معقول؟ إذا ما تماطل البريطانيون هل